انا بحبه جدا وبقدره جدا، زي ما بحب احمد الاحمر، زي ما بحب علي زين، زي ما بحب كريم هنداوي، زي ما بحب اسلام حسن، زي ما بحب المصري، زي ما بحب ممدوح هاشم، زي ما بحب وسام، انا بحبهم كلهم. انا شايف ان الجيل ده ان شاء الله ان شاء الله بعزيمتهم وبالهاندبول الحديث اللي هم بيعملوه هيقدروا يعملوا اسم احسن من اللي احنا عملناه. احنا على ايامنا احنا كنا قادرين نعمل، لان احنا جالنا مدرب مع اتحاد، وجالنا مدرب فاهم كويس جدا، وجالنا مدرب عالمي. الفترة اللي بعديها احنا حصل لنا دروب خلاص. هما دلوقتي معاهم فرصة ان هما مدرب عالمي ويقدروا يعملوا حاجة كبيرة جدا في كاس العالم اللي جاي في مصر، معاهم مدرب عالمي، معاهم اتحاد قوي جدا من الاتحادات اللي انا شايفها من احسن الاتحادات اللي جاي في مصر كفكر وكثقافة، معاهم مدربين مصريين من اعلى مستوى رائعين جدا، جهاز فني وطبي واداري محترم جدا، معاهم ناس شغاله في الكواليس في الاستعداد لكاس العالم وحظوظنا بعد كده شايفها عامله ازاي. لكن عايز ابدا بحسين زكي، بدايتك كانت في نادي النحاس اعتقد، وانت 5 سنين لغايه 16 سنه اعتقد كنت في نادي النحاس، لعبت حوالي 9 سنين. ازاي كانت البدايه، وازاي انك تبقى موجود في نادي مش مشهور قوي والعين مش عليه قوي وتنضم لمنتخب ناشئين، ومين كان صاحب الفضل انك تنضم من النحاس لنادي الزمالك؟ طيب شويه اسئله بسيطه هقول لك حاجه. لو ناخدها واحده واحده كده، انا بدات في نادي النحاس من عندي 5 سنين. لعبت هاندبول بالصدفه عن طريق واحد صاحبي كان رايح في نادي النحاس او في نادي شركه النحاس زي ما بيقولوا. النادي ده بيعمل مدرسه كل 3 شهور الصيف، بيعمل مدرسه بياخد فيها اولاد الحي يمرنهم فولي وهوكي وكره يد خلاص. فلعبت الثلاثه، فاحنا لعبنا المدرسه دي بتقدم، انت بتدفع الاشتراك، والدك بيجي يدفع الاشتراك، بيدفع الاشتراك للثلاث لعبات بس. وبتروح مثلا من الساعه 4 للساعه 10 ساعتين 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 وساعتين راحه. فشلت في الفولي والهوكي. فانا لما رحت، لا انا لما رحت ما كنتش بلعب اي لعبه، رايح مع واحد زميل ليا اتفرج اشوف عشان لو في امكانيات ان انا اشترك كويس. فكانت بالنسبه لي نقطه تحول، لان المدرب كابتن ابراهيم علاوه ربنا يديله الصحه ولسه موجود لحد دلوقتي، شافني وقال لي انت قاعد ليه بره؟ فقلت له انا قاعد ما دفعتش الاشتراك، انت زي اي حد يعني ما دفعتش الاشتراك ولسه بتفرج، تعال العب. فاداني تيشيرت. ايه السبب يعني؟ كان محتاج حد شافني قاعد بره، ففي اطفال كتير بيلعبوا، فازاي الطفل ده يبقى قاعد بره ما بيلعبش؟ بيرضيك يعني؟ فبيرضيني. فحصلت بعد كده ان انا سلمني تيشيرت وشورت وشوز، فاخدتهم ورحت البيت. فوالدي قال لي مين دول؟ بتوع ايه دول؟ فقلت له خدتهم من النادي. فقال لي ازاي؟ تعالى وريني. فرحت، راح للمدرب فقال له انت وديت لابني الشورت والفانيلا والشوز دي؟ فقال له اه. ليه؟ قال له انا اخدته في فرقه النادي في فريق الهاندبول. كنت حوالي 5 سنين. حوالي 5 سنين ابتدوا يمرنوني، لعبت ميني ولعبت العارضه الصغيره ولعبت العارضه اربعه، لعبت 4x4 ولعبت 6 بعد كده، ملعب كبير. كانت فرقتي من الفرق القويه جدا في نادي النحاس، كنا بناخد اول جمهوريه واول كاس مصر، فرقه من الفرق القويه جدا. كانت فرقه ناجحه يعني، فرقه ناجحه جدا. انك تنضم لمنتخب ناشئين، انتوا كنتوا فرقه مسمعه. كانت فرقه مسمعه قويه جدا، وكنا كمان عاملين تيم حلو قوي خلاص بالعناصر اللي كانت موجوده فيها اي حد من الاسماء المشهوره شويه؟ لا، في ناس فيهم طلعت كتير جدا، في محمد بن رمه كان في نادي، لعب في نادي الزمالك ولعب في نادي الجيش ولعب في نادي سبورتنج. في لعيبه كتير جدا كانت موجوده معايا، بس هم لعبوا على مستوى اسكندريه ودلوقتي بقوا مدربين، يعني اغلبهم دلوقتي مدربين في دول الخليج. كويس. كانت بالنسبه لي نقله ان انا اروح المنتخب الاول، ان انا اخش منتخب الناشئين الاول وادخل المنتخب الاول، دي هي دي النقله يعني اللي جت في وقت انا ما كنتش متوقعه خلاص. انضميت منتخب اول وانت في النحاس ولا بعد ما منتخب اول وانت في الزمالك؟ لا، منتخب اول في النحاس. منتخب اول وانت في 16 سنه وانا 16 سنه. مين اللي جابك من النحاس للزمالك؟ انا اللي جابني من النحاس للزمالك اربع اشخاص. اولهم كان الكابتن مصطفى الاحمر، ابو كابتن احمد الاحمر، لاني كان ماسك السن بتاعي انا ولعبت ضده بطولتين وكسبنا وكنت عامل مستوى كويس جدا، فقال لي انت لازم تيجي الزمالك. بعد كده راح بلغ الكلام ده للكابتن حسين لبيب، والكابتن حسين لبيب قال له ده ما هو كويس، خلي كابتن هشام نصر كان اياميها لسه في مجلس اداره نادي الزمالك، لا يا ربي في الاتحاد، لا في رئيس جهاز نادي الزمالك كويس، هو كابتن عمرو صلاح ودكتور ادري مرسي
وساعتها قرروا ان هم ينزلوا ياخدوني من نادي النحاس عشان اروح القاهره. كان اياميها في مفاوضات، كنت رايح انا ومحمد برامه نادي الزمالك، فدكتور حسن مصطفى قالك لا، لان هو كان عامل قرار ان مفيش لعيب في الدرجه الثالثه. كان رئيس الاتحاد في الوقت ده، دكتور حسن مصطفى كان رئيس الاتحاد، عمل قرار ان مفيش لعيب في الدرجه الثالثه يلعب في منتخب مصر، ولو اللعيب ده مميز جدا وظاهر جدا وعلى مستوى عالي جدا الاتحاد يبقى ليه اليد ان هو يوديه فين.